واسمحي لي كمان لانه هنستقبل كمان استاذنا الصحفي والاعلامي الكبير استاذ احمد ابراهيم، وكان نعم. كتب مقال عن حضرتك في منتهى الروعه والجمال، وكان حابب برضو يكون معانا ونحتفل معاه بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا، صباح الورد. اهلا بحضرتك يا استاذ حسام، اهلا بيك. وانا اولا بشكر القناه على اهتمامها بالاقامه الوطنيه العلميه الكبيره. وللاسف احنا مفتقدين ده في اعلامنا، ان احنا نركز على هذه الشخصيات المهمه اللي موجوده بيننا وما زالت بتعطي حتى في هذه السن، لان احنا المهم قوي ان شبابنا يعلم مثل هذه القامات، لان ده بيديله يعني قوه طاقه ايجابيه طبعا وامل وتفاؤل ان في ناس شغاله وناس بتشيل الوطن على اكتافها. ولكن للاسف الشديد احنا احيانا بنقصر في حقهم يعني. فانا بشكرك على هذه الاستضافه، لا احنا لا وبرحب. بنشكر حضرتك، احنا لما بنجد كلام ايضا يحمل قيمه ومعنى كبير لازم نتبعه، وبنشكر حضرتك كمان، بالعكس حضرتك صاحب المبادره يعني. الله يخليك، الله يبارك فيك، وكل سنه وانت طيبه. والدتنا العزيزه الدكتوره لطفيه، اللي انا يعني بشرف ان انا يعني اعرفها من حوالي 10 سنوات تقريبا، وفخور ان انا بعرف مثل هذه القامه الكبيره. وانا هقول لك على مفاجاه غريبه جدا استاذ حسام للبرنامج. انا في مره كنت عامل معاها حوار من فتره، من 10 سنوات كده، وبعدين فوجئت ان جاي لي ايميل من الدكتور العالم الراحل الدكتور احمد زويل، ربنا يرحمه. بيقول لي الدكتوره لطفيه انا اتعلمت منها الكثير وهي بالنسبه لي مثل اعلى. فانا فوجئت بالكلام بتاع الدكتور زويل الله يرحمه، ان احنا طبعا بنشوف الدكتور زويل ده يعني هو قمه العلم في مجاله يعني. فلما يقول على الدكتوره لطفيه ان هي مثل اعلى، بقول له اتعلم منها الجديه واتعلم منها حب لا العلم. بس انا مش استاذ الدكتور احمد يعني، مش للدرجه الهائله دي يعني. ولكن هو ده كلامه، هو اللي بيقول كلامه ده. كلامه فعلا. انا ما زلت معترف بالايميل ده على فكره عندي يعني. فده خلاني اتعرف عليها اكتر واحاول اقرب منها. ويعني انا سعيد جدا جدا ان انا يعني تحصلي هذه الفرصه ان انا اقول لك كل بالعكس سنه وانت طيبه على الهواء، وربنا يبارك فيكي في هذه السن لسه ما زالت بتروحي معملها وبتروح تقعد مع طلاب، بتروح المعمل استاذ حسام تشوفها قاعده مع الطلاب وتقعد اي تساعد كنا فيهم. لسه بيحكوا لنا دلوقتي اهو، كنا لسه بيحكوا يعني لنا. حاجه مبهره. انا مش عايز اخد وقت طبعا البرنامج، وعايز احنا الناس بنشكرك يا فندم، تستمتع بهذه القامه وبكلامها. وكل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه طيب امنا العزيزه، وكل سنه كلكم طيبين، ومصر يا رب الخير دايما يا رب. يا رب. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ابراهيم الكاتب الصحفي والاذاعي، شكرا جزيلا على وجودك معانا.